أنا ما عندي مطرح تاني لحتى أروح عليه. يعني فيك تقول أنا مخطوفة بس معي مفتاح البيت. بيي كان يشتغل عند العواجة لما أنا كنت طفلة صغيرة، بس هو كان يشتغل عنده بالغصب وفجأة اختفى. سمعنا أنه في ناس منافسينه للعواجة هني يلي قتلوه، بس أنا بتذكر قبل ما يختفي كان عم بيقول لي أنه بده ياخدني لمطرح كتير بعيد ونهرب سوا. بس أنا بشك أنه العواجة هو نفسه يلي قتله. بس شو فيني أعمل؟ ماما مرة كبيرة بالعمر ومريضة، والعواجة بيعرف مطرحها، فإذا هربت هو أكيد رح يأذيها. فصرت عم بشتغل هون مثل البابا بالغصب. تعرف شو؟ أنا كل يوم بشوفك وبيس، بشوف حالي إنه أنا بدير مار شربل واقفة قدام العدرا وعم دور شمعة، ضلني عم ببكي لحتى ما الشمعة تخلص وتنطفي. انبسط ما طلعت انت بس وحدك اللي هون. انت كويسة أميرة، انت كويسة. بس أنا عايز أقول لك حاجة مهمة. مفيش مخلوق في الدنيا دي بيعمل الغلط بالغصب. إنما أنا يعني عايز أسألك سؤال كده بس، تخزنيش. اتفضل. بالنسبة لبنطلوناتك دي بتجيبها منين؟ ليه بدك نطلع؟ لا مش للدرجة دي، مش للدرجة دي يعني. طب خلص انت بس تلاقي عندك وقت فاضي، انا رح اخدك على كم محل هون وغير لك الستايل تبعك. موافق؟ تبان عليك ما تعرفينيش بقى. انا اللي بعمل الستايل. انا عالمي. عالمي.